بين أروقة المتاحف وعبق التاريخ، يأخذ الزائرون هنا في لبنان هدنة قصيرة من أعباء الحياة ومتاعبها في ليلة المتاحف. 14 متحفا في عموم البلاد فتحت أبوابها للزائرين مجانا للاحتفاء بالتراث والتلاقي مع الإرث الثقافي والفكري للبلاد. العالم لأن مضغوطة شوي، يمكن اقتصاديا جوانب الحياة الثانية المعيشية كلها يمكن شوي قاسية على الشعب اللبناني، فبتصور هيدي مثل فرصة لها، هيدي هيك مثل إذا بدك شباك بيفتحوه هيك بيشموا هوا منه، هوا ثقافي نظيف. من كل المحافظات اللبنانية توافد الزائرون بكثافة للمشاركة في هذا الحدث السنوي المميز. بالنسبة لألي المتحف أكثر من شغل، المتحف هو ثيرابي لألي، هو مكان محاوطة بالأشياء الجميلة. يعني نحن بننطر هيك شيء لنفرجين الحضارات وين كنا وكيف عم نتطور، هيك بس يعني كتاريخ وين كان البشر وكيف تطوروا، هلا عم ياخذوا كثير اشياء بالمدرسه يعني. ويوجد في لبنان عشرات المتاحف، من اشهرها المتحف الوطني في بيروت، ومتحف الجامعه الامريكيه، ومتحف جبال الاثري، ومتحف عجائب البحار، الى جانب متاحف اخرى للثقافه والفن الحديث.